مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. مرة أخرى تتكرر مشكلة المسافرين اليمنيين العالقين في مطارات الخارج، ومن جديد تكرر الحكومة تقصيرها وإهمالها لشؤون المسافرين أو العابرين إلى الدول التي تقتضي الحاجة السفر أو المرور بها. وفي هذه الأثناء ولأسباب غير مفهومة، فوجئ المسافرون بمطالبة الخطوط الجوية اليمنية لإدارة الجوازات بعدم قبول أي ترانزيت إلى عدن أو سيئون عبر مطار القاهرة، رغم كونه المحطة الأكثر قصدا لرحلات المرضى والعابرين إلى دول أوروبا وأمريكا. زاد الوضع تعقيدا بعد توقف الصول اليمنية عن تسيير رحلاته بانتظام، وهو مستجد انعكس سلبا على اليمنيين. فبينما تفرض اليمنية على المسافرين عقوبات مالية في حال التأخر عن موعد رحلاتها، تتنصل هي عن مسؤوليتها تجاههم، وهي المتسبب المباشر عن تأخرهم وعرقلتهم أيام بل أسابيع منذ قرابة أسبوعين، ولا تزال المعاناة مستمرة. ساءت خلالها أحوال بعض المرضى العالقين، وضع أصبحت معه بعض الأسر العالقة في القاهرة لا تملك أجرة فندق يأويها ولا حتى وجبات. في حلقة اليوم نسلط الضوء على معاناة المسافرين اليمنيين العالقين، وقبل البدء نذهب لمتابعة التقرير التالي والذي أعده الزميل وديع عطاء عن موضوع هذه الحلقة. في مايو وبعض من يونيو 2015، بعد أقل من 3 أشهر على انطلاق عاصفة الحزم، تعطلت حركة الطيران وعلق المئات في مطارات القاهرة وعمان وكوالالمبور. اليوم من جديد وفي نفس الشهر تقريبا، تتكرر معاناة اليمنيين المسافرين أو العابرين ترانزيت عبر مطار القاهرة وكذلك عمان. بالتوازي تتزايد التشديدات على اليمنيين في مطارات دول شقيقة وصديقة، آخرها طلب سلطة مطار الملك علياء الأردني بأن يحمل المسافر معه ما يثبت خلوه من الأمراض المعدية. وبعد معاناة وارتفاع المناشدات عبر مختلف قنوات التواصل، تدخل رئيس الوزراء بتوجيه إدارة الخطوط الجوية اليمنية بالتعاقد مع شركات طيران أجنبية لنقل المواطنين العالقين، لكن رحلات النقل لم تبدأ حتى الآن لأسباب غير مفهومة. أهم ما يرجوه العالقون هو عدم تسييس خدمة النقل وإنهاء احتكار خدمة النقل الخارجي وإخضاع شركة الطيران الوطنية للرقابة والإدارة التي تستشعر مسؤوليتها الأخلاقية تجاه المواطن، سيما وأن بعض المتضررين تسوء أحوالهم الصحية والمادية مع كل ساعة تأخير، خصوصا في ظل ما يعتبره العالقون إهمالا وتجاهلا لظروفهم من قبل السفارة اليمنية في القاهرة وقبل ذلك من وزارتي النقل والخارجية. إذن عن معاناة اليمنيين العالقين في مطارة الخارج، هذه هي الموضوع الحلقة المخصص في برنامج المنصة لهذا الأسبوع. بإمكانكم التواصل معنا مباشرة من خلال أرقام الهاتف الظاهرة في الشاشة، وأيضا من خلال التعليق المباشر على البث المباشر في صفحة القناة على الفيسبوك. لدينا اتصال في هذه الحلقة. الأخ نشوان، مساء الخير أخي سامي، كيف حالك؟ نشوان من أين؟ خواتم من مصر أخي العزيز، أنا أحد العالقين من مصر. طيب نشوان، بما انك احد العالقين في مصر، ما هي تفاصيل المشكله؟ يا اخي العزيز، هذه المره الاولى ولن تكون المشكله الاولى ولا الاخيره في مشكله اليمنيه. اليمنيه الفساد المشري فيها سبب اشياء عديده، انتهاء الطائرات، انتهاء طاقم اليمنيه، هناك عده اسباب. يا لابد اولا من عمل ورش عمل لتقييم اليمنية وأعمالها. الآن المشكلة اللي تقال الآن وتطرح أن هناك عطل في الطائرات، هذه ليس المشكلة، أن عطل الطائرات في كل العالم، الطائرات تتعطل لكن لا يتم إصلاحها بشكل دوري. نحن لا نتكلم عن مؤسسة بسيطة، هذه الطائرات اليمنية هو كان ينافس في مصاف الطيران العالمي، والآن وصل إلى أنه مش قادر يعمل إصلاح لطائرة أو طائرتين. طيب، طيب حتى لا نتحدث بعموميات يا نشوان، وحتى يستفيد المشاهد ونفصل المشكلة، ما هي الأسباب الآن لأزمة العالقين في مطار القاهرة؟ هل تعطل في الطائرات وهناك أسباب أخرى؟ أخي العزيز، الآن هو تعطل الطائرات تقدس ركاب، تمام؟ اليمنية لم تقم بواجبها، لم تقم بعمل حلول، لابد من عمل حلول. الآن هو أعداد كبيرة من الناس عائدة من القاهرة إلى اليمن بسبب صيام رمضان وسبب العيد، كما أن هناك أعداد كبيرة واجية من الترانزيت إلى القاهرة،
من اوروبا من امريكا للعوده الى الوطن. طيب متى اخر طائره كانت خرجت من مطار القاهره وعادت الى عدن او سيئون؟ متى كانت اخر رحله اليمنيه؟ الرحلات الى سيئون تشتغل بشكل دوري. المشكله هي في عدن، العدد الازدحام عليها كبير وعدد الرحلات قليله، كما الاسباب اخرى لمشكله اليمن ان المواطنين عالقين في المطار. هو المشكله الحاصله في عدن، في مطار عدن. طيب يعني في تحسن، يعني في تحسن في رحلات بدات من مطار القاهره الى سيئون. هو في رحلات الان الى سيئون، والان وجدت الى عدن، بدات قبل يومين تقريبا. وبدات تشتغل الرحلات، وفي رحله يوم الجمعه الفجر، وفي يوم الخميس رحله اخرى فجر الخميس فجر الجمعه الى عدن. طيب كم عدد الرحلات المخصصه الان من مطار القاهره الى اليمن؟ كم وفق الجدول المطروح الان؟ هل هناك جدول استثنائيه للرحلات؟ احنا طالبنا، انا كوني مدير المغتربين في مدينه تعز، طالبت مدير اليمنيه بالكلام هذا ان يكون في رحلات اضافيه، لكنهم عاملين ثلاث رحلات، لكن وعدوا اليمنيه وعدات يعني اضافه رحلتين او ثلاث، يعني لو في رحلتين او ثلاث يمكن تستوعب الناس هذا الازدحام الموجود. طيب الشيء الاخر يا اخي العزيز هو ان مكتب اليمنيه في طلعت حرب موقف ومعه مكتبين، وهذه مشكله اخرى. من مكتبين اشتغل مكتب عام مكتب الزمالك، اما مكتب طلعت حرب توقف، لا تدري لماذا توقف. طيب. وما سبب وعلامه استفهام، لابد من محاسبه لماذا توقف. انا لا وكما هنا اشيد بطاقم مكتب اليمنيه في القاهره، المشكله مش في مكتب القاهره، المشكلة في اليمنية في صنعاء. حتى الآن من يسمح بالرحلات الآن صنعاء. هل تتوقع أخي عزيز بعد سنتين حرب ما زال التحكم في الطيران عن طريق صنعاء؟ أين الشرعية من هذا الكلام؟ كيف وضح هذه النقطة؟ يعني خروج الطائرات من وإلى القاهرة أو السماح بخروج الطائرات يسمح عن طريق صنعاء، هي التي تأدي أذن لمكتب اليمنية في القاهرة بأخذ ركاب أو لا؟ يعني المتحكم في الرحلات ما زال بصنعاء، إدارة طيب. اليمنية في صنعاء هي المتحكمة في المشهد. طيب بن دغر كان وجه بالتعاقد مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية لحل المشكلة، هناك رحلات استثنائية، هل فعلت هذه الرحلات إلى جانب رحلات الخطوط الجوية اليمنية؟ تابعت أنا هذا الموضوع أخي العزيز، وكان في رحلة في طائرتين تم إيجارهما، لكن هو بالأخير طلعت طائرتين فيها تحتاج إلى صيانة أكثر من الطائرات اللي مع اليمنية. كيف يعني استأجروا من الأردنية طائرة علينا للصيانة يعني ولا كيف؟ طائرات خربانة، وأنا المعلومات مؤكدة، ما أقول لك هو معلومات مؤكدة، أن استأجروا طائرة طلعت خربانة، لحد الآن لم يتم استبدالهن. أنا في هذا المجال أناشد السعودية ودول الخليج العربي أن مساعدتنا بطائرتين. كون اليمنية هي مساهمة يمنية سعودية. طيب هل لديك إحصائية بعدد العالقين في مطار القاهرة؟ يا أخي العالقين شوف بالمئات، إذا لم يكن في حالة واحدة قبل حوالي ثلاثة أسابيع امرأة تبكي في مبنى اليمنية، توفى زوجها تمام، وتريد عودته إلى اليمن، لم تستطيع ثلاثة أيام وهي تنتظر في أمام مبنى اليمنية، لم يحد يستوعبها قبل ثلاثة أسابيع. وجلست تبكي بالنهاية، يعني لا أعلم ماذا عملوا لها، يعني وصلت إنه الآن الإنسان اليمني عندما توفى في القاهرة أول أمس توفى شخص اسمه خالد السرقدي، لم تستطيع أهله أن يدخلوا إلى اليمن لدفنه في اليمن، دفنه في القاهرة. الآن المشكلة في الأموات وفي الأحياء، يعني نحن لابد أن نحل المشكلة حلها جذريا. إذا أردنا أن نحل المشكلة لابد من محاسبة إدارة اليمنية على هذا العمل الذي تقوم به. لماذا لا تقوم بالصيانة؟ طيب كان هناك إجراء ربما أو قرار اتخذته إدارة الخطوط الجوية اليمنية بمنع أن تكون القاهرة محطة ترانزيت لعودة المسافرين إلى عدن وسيئون، هل تم المضي في هذه الخطوة أم ألغيت؟ لأن كان هناك اعتراض من قبل البعض على هذه الخطوة، هل ما زالت القاهرة ترانزيت؟ يا أخي العزيز أنا كمواطن يمني عبر ماذا أوصل إلى اليمن؟ معي محطتين القاهرة والأردن، فلما تمنعنا أنت عندنا أدخل بيز تقول هذا ظلم، هذا إجحاف. طيب. هذا أنت قيدت حريتي. طيب. هذا قرار خاطئ. طيب أنا أستوضح منك، هل ما زالت القاهرة محطة ترانزيت إلى جانب الأردن؟ لا والله أنا أعتقد أنك لا زالت، القرار لم يفعل. طيب. لأنه تم رفضه من قبل
الناشطين والكتاب يعني كان في حمله على الموضوع هذا، وسافروا ناس، وانا لاحظت ان سافروا مجموعه من اصحاب الترانزيت. تمام، شكرا جزيلا لك نشوان على كل هذه المعلومات، أنت أحد العالقين ربما في مطار القاهرة وملم بهذا الموضوع، شكرا جزيلا لك. لدينا اتصال آخر، الأخ أحمد. أهلا أحمد. أهلا، مساء الخير. أحمد أيضا من القاهرة. أحمد أنت أحد العالقين؟ نعم أنا أحد العالقين، فقد كانت رحلتي محجوزة إلى تاريخ 9، فتم تأجيلي يوم غد إلى تاريخ 22. يعني لا، ولما تذهب الى الخطوط الجويه اليمنيه لا يفتوك بالسبب، يعني لا يوجد هناك اقناع كافي، بينما المدير لا يوجد، لا تستطيع رؤيته، فقد انتظرت اليوم من الساعه 10:30 حتى ثانيه ظهرا ولم ياتني اي احد. طيب كانت رحلتك 9 يونيو اجلت الى تاريخ 20، يعني أبلغت قبل 20. ما هي المبررات للتأجيل؟ هل تطلعون على هذه المبررات أم ربما فقط أنه إبلاغ بالتأجيل فقط دون إيضاح لأي سبب؟ لا، فقد ذهبت إلى هناك لا أتضح ما هي الأسباب، فتقول هناك عطل في الطائرة، يعني طيب هناك عطل في الطائرة، فهناك رحلات يومية تذهب إلى اليمن، يعني تقول بعد يحولك احد العاملين هناك، يعني على يحولك احد العاملين في المكتب يقول لك اطلع لعند المدير، لا تفهم منه اي شيء، يعني تفهم ما الذي حدث، فتطلع لعند المدير تجي تصل له هناك لم تجد احد، لا ليس هناك مدير يعني موجود يداوم حتى يدي لك السبب المقنع ما الذي تم تاخير رحلته. ما اسمه هذا المدير؟ والله انا لا اعرف مدير الخطوط الجويه اليمنيه في مكتب على سور الزمالك، المكتب موجود على سور الزمالك. نحن لدينا ارقام الاخ خالد النهمي وايضا رامي، ربما نحاول التواصل معهم في القاهره حتى يوضحوا الاسباب ويعني نقدم الموضوع وفق وجهات النظر المختلفه. طيب انت ما انك احد العالقين والان تم تاجيل رحلتك الى يوم 20 يونيو، ما هي أوجه المعاناة الآن التي تعانوا منها جراء هذا التأجيل؟ كيف هي أوضاعكم وأيضا الآخرين بحسب اطلاعك؟ والله حالتنا تكون يعني حالتنا الآن لا تعرف لماذا، فقد يعني على يعني سبيل المثال الإيجار، يعني يكون عندك أنت آجر إلى يوم رحلتك، بعد يتم تأجيرك يعني أسبوعين، الناس لا تعرف يعني كم قدر الإيجار الذي ستدفعه، كم المبلغ الذي ستصرف، يعني ليس بالسهل، يعني بما بهذه المرحلة التي نمر عليها في اليمن في الوقت الحالي، يعني هناك ستكون هناك يعني خسارات باهظة، يعني لا إذا كنت شخص واحد يعني لا تكفيك، يعني بل إجازة هذه 300-400 دولار، لا نعرف ما الحل. شكرا جزيلا لك، نحن نبحث عن حلول في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك أخ أحمد، كنت معنا من القاهرة. اتصال آخر، محمد الدعيس من القاهرة. أهلا بك أخ محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخ محمد، أنت أحد العالقين أيضا؟ نعم يا أستاذي قدير. طيب تفاصيل المشكلة، لديك رواية مختلفة ربما عن ما قاله الأخ نشوان والأخ أحمد؟ القصة أخ محمد، القصة ما فيها يا أستاذ القدير، في ناس عالقين لهم من أيام معدودة، من أكثر من أسبوع أو أسبوعين، ناس في عندهم موتى ميتين عايزين يروحهم على اليمن، نروح على اليمن، في ناس فيهم أمراض سرطانية وماتوا هنا في القاهرة على أساس مروحين على بلدهم، حتى طيران على أساس ينقذ المواطن اليمني العالق بين القاهرة على اليمن، أكثر من 50 أو أكثر من 200 أو أكثر من 250 ناس مرميين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة كم 4 عصرا، وبعض الأحيان تحصل مشاكل ومهزلة وبهدلة بالمواطن اليمني وعنده الحق على أساس يروح بلده، في ناس جايين ترانزيت من ضمنهم احنا عالقين على هذه المسافرين على بلدنا الحبيبه اليمن. تمام،
وتواجه مشاكل قويه جدا من 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 الناس من الفوضى العارمه، على اساس انك تسافر على بلدك يقول لك بعض احيان اللي طيب. انت حاجز من تاريخ 7، انا حاجز تاريخ 1/6، قالوا لي تاريخ 1/7، والثاني قال انت طيب. حاجز من تاريخ هل هناك يا محمد 6. هل هناك مراعاه لذوي الحالات الخاصه للاشخاص المتوفين ربما جثامين، هناك رغبه لاهاليها بعودتها الى اليمن، المرضى هل لهم استثناء؟ يا استاذي القدير ما فيش استثناء، انه ما فيش طيران، ما فيش طيران يا استاذي القدير، ما فيش طيران يمشي الناس، طيران طائره واحده تروح بين عدن وبين سيئون، وفي ناس بشلقه الموتى هنا مرميه عايزه تروح على البلد. طيب ما فيش طيران، احنا نناشد مناشده قويه جدا يرحمونا، يشوفوا لنا حل، يستأجروا لنا طيران، يشوفوا اي طريقه. كان رئيس الوزراء بن دغر تحدث عن التعاون واستئجار طائرات اردنيه ربما لتسيير رحلات اضافيه. صارنا شهر وهم يكلمون على هذا الكلام، على هذا الكلام اكثر من شهر هم يكلمون رئيس الوزراء ليجيب طيران اردني، طيران ياباني، مش عارف ايش، لحد الان ما شفناش من هذا الكلام اي حاجه يا استاذ القدير. طيب هل جربتم التواصل مع السفاره، مع المسؤولين في الخطوط الجويه اليمنيه للحديث عن حالة الاستثنائيه، عن الاشخاص المتوفين والمرضى؟ انا الذين يعني عانوا معاناه شديده جدا 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 بهذا الموضوع، انت قبل 4 أيام أو 5 أيام شفت حاله قويه جدا، واحد يجي يروح اخوه على اليمن وهو ميت. لو سمحتم يا ناس ارحمونا، قالوا روح جيب شهاده الميلاد الاصل او شهاده الميلاد الوفاء او شهاده مش عارف ايه وشهاده مش عارف ايش على اساس تروح. للاسف هذا صوره من شهاده الوفاء، خلي الرجال يقطعوا له تذكره عشان يروح، انه هو ميت، ابوه ميت، حرام عليكم، قالوا روح جيب عارف شهاده مش عارف ايش وشهاده مش عارف ايش. طيب شكرا جزيلا لك محمد، الصوره واضحه ربما وربما تحمل مسؤوليه كثير للمسؤولين في السفاره وايضا للاخوه في الخطوط الجويه اليمنيه. اتمنى على الزملاء في الكنترول محاوله التواصل مع المعنيين في اليمنيه في القاهره حتى نستوضح منهم الاسباب وايضا حتى تكون الصوره واضحه حتى لا يكون حديث في اتجاه واحد ربما. اتصال اخر ايضا من الهند، الاخ محمد، اهلا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. اخ محمد يبدو أن لا يسمعنا الأخ محمد. إذن الأزمة نفسها كانت حدثت منتصف 2015 واستمرت شهرين تقريبا، لكن تكرارها اليوم يجدد التساؤل عن الأسباب وعن من يتحمل المسؤولية تجاه المتضررين، وما الذي ينبغي على الخطوط اليمنية وكذلك الحكومة فعله لمعالجة آثار المعاناة غير التصريحات والتي يدفع المسافر العالق ثمنها نفسيا وصحيا وماديا. أذكر بإمكانية التواصل معنا مباشرة من خلال أرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا التفاعل بشكل مباشر من خلال البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك. عن موضوع الحلقة طرحنا سؤال عن كيفية إنهاء معاناة اليمنيين العالقين في مطارات الخارج، حصلنا على بعض الإجابات نستعرض جزء منها. الأخ عواد يقول، عواد أو عوض يقول، يجب على الخطوط اليمنية سرعة استئجار طائرات جديدة لتلبية احتياجات اليمنيين الراغبين بالسفر وحل أزمة العالقين. الأخ إبراهيم يقول، جميع العالقين يحتاجون إلى حلول سريعة، يفترض أن يكونوا على قدر المسؤولية في تخفيف معاناة الناس، يقصد المسؤولين. مشاركة أخرى، الأخ القدسي محمد يقول، على الحكومة تكليف فريق برئاسة وزير النقل يعمل على حل المشكلة الطارئة، ومن ثم على الحكومة عمل هيكل الخطوط الجوية اليمنية ومحاسبة الفاسدين والمتسببين في وصول طيران اليمنية إلى هذا الحال. تمام. مشاركة أخرى، أحمد يقول، أعتقد من اللازم إيجاد شركة طيران منافسة اليمنية لنقل المسافرين للمطارات الآمنة عدن وسيئون، غير ذلك لن يكون هناك حلول ناجعة ولا يمكن التعويل على قدرات اليمنية بالوقت الراهن في ظل الفساد والعبث الراهن. طيب، يتردد عشرات المسافرين العالقين على مكتب اليمنية وكذلك على السفارة اليمنية في القاهرة، ومع الأسف لا تزال الأحوال على ما هي عليه كما يبدو. عن ظروف العالقين أيضا تلقينا مشاركات مصورة من بعض المواطنين المتضررين، نتابع. تعرضنا بالمهانة هذه كلها داخل مصر وإحنا عالقين، لنا من شهور، لنا من أسبوعين، من 3 ناس لهم بالفنادق، جاء من طرنزيت من أمريكا، مرمين بالحديقة المنيل،
لا معاهم ولا معاهم لا صرفه ولا معاهم شيء. الناس ارحمونا حتى بطيران حتى بسيارة هيلوكس ولا بيجو ولا بأي حاجة سعيرونا حتى باصات. مربوطين هنا أنا باليمنية من شهرين من شهرين ونص جوعنا بضمانة جينا نتعالج ولكن للأسف ولا نفذت المصاري خلصنا ايش باقي معانا نرغد هنا أنا بجبل اليمنيين. أرسل على فيسبوك على العالم الشركات اليمنية والمسؤولين اليمنيين كذابين نصابين بيعملوا حجوزات للناس بيستلموا الفلوس وما عندهم رحلات ويهينوا الناس كذا زي ما انت شايف بشوارع القاهرة. حتى اعطيت صورة سوي صورة للناس سوي صورة للكل سوي صورة للكل شرها قلنا خلي اكمل لا تأخر الواحد عن الرحلة دفعونا 150-200 دولار لكن احنا لما يأخرون اسبوع عادي الحين مقلدين المكتب. شوف اول مكان واحد الاسباب سمسرة الموظفين داخل سمسرة الموظفين نظام الفساد منهجية الفساد ما زالت تتابعنا الى كل مكان في العالم. المهم يبيعونا ويتلذذوا ببهدلتنا يعني. إذن كانت هذه مشاركات بالصوت والصورة من أمام مكتب اليمنية في القاهرة يتحدث فيها بعض العالقين عن أوجه المعاناة التي يعانون منها وهم أيضا شرحوا الأسباب وتحدثوا عن سمسرة الموظفين في مكتب اليمنية في القاهرة. للأسف يفترض أن يخدموا الناس لكن ربما الموضوع يسير على العكس من ذلك استغلال لمعاناة الناس والعالقين. ومعروف أن القاهرة إلى جانب عمان في الأردن هي محطة ترانزيت للعديد والمئات ربما والآلاف من المسافرين اليمنيين. لم يعد أمام اليمنيين سوى القاهرة وعمان كمحطة ترانزيت للعودة إلى أرض اليمن إلى مطار عدن وسيئون. ما زلنا نحاول التواصل مع مسؤولي اليمنية في القاهرة حتى نستوضح منهم عن الأسباب والمعالجات والحلول التي وضعوها. لدينا اتصال من القاهرة الأخ الصحفي محمد أمين الشرعبي وهو أحد العالقين أيضا. محمد أهلا بك. أهلا أستاذ العزيز. أخ محمد يعني أنت ربما لديك تفاصيل أكثر وربما توجز لنا المشكلة. من يتحمل المسؤولية؟ هل بيد الإخوة في مكتب اليمنية بعض الحلول والمعالجات؟ هل هم قادرين على فعل شيء أم ربما الأمور خارج السيطرة؟ طبعا المشكلة يعني الآلاف من العالقين بالقاهرة حالة إنسانية مزرية للأمانة. طبعا كما هو معروف معظم القادمين إلى القاهرة هم يعني الحالات مرضية ويريدون العودة إلى أرض الوطن بعد أن انتهت فترة علاجهم ويفاجئون أنه اليمنية طبعا يعني يتم الحجز لبعض المسافرين ويتم تأجيلهم بشكل عشوائي بشكل يعني في هناك تلاعب أيضا في مسألة الحجوزات. فبعضهم بعض الحالات يتم حجز المسافر أوكي ويصل للمطار يعني في بعض الحالات رجعوا من المطار يقولون انت ما اكدتش الحجز يعني وقد يعني سار قد حزم امتعته وسافر المطار. فهنا ظاهر بعض كثير من المسافرين يشتكون من هذه الحالات انه في حاله هناك حاله تلاعب لا نعرف كيف تتم ومن المسؤول عن ذلك. وفي حاله سمسره ربما تكون وصلت انه يتلاعبون بقاعد المسافرين الذين قد حجزوا. ثانيا المشكله يعني اليمنية تصور أن اليمنية إرادتها اليمنية أصبحت أضعاف مما كانت عليه. فما هي المشكلة إذا يعني أين المشكلة إذا يعني هناك كثير من الحلول أمام اليمنية وإدارة اليمنية تضع حد هذه المشكلة باستئجار طيارات أو مثل ما كانت من قبل 2014 الطيارات التي توقفت عن يعني كانوا مستأجرين ثلاث طيارات أو طائرتين تم توقف الإيجار هذه الطائرتين من قبل اليمنية. المفترض الآن يشتغلوا ضعفين من الطيارات. ربما وجه المعاناة الأبرز محمد أن القاهرة الآن لوجود الحالات المرضية الخاصة وأيضا المتوفين في المطار أن تقول أنه ربما قد يكون دافع لإيجاد حلول وأن هذا ربما الوجه الأبرز للمعاناة. لكن ربما أيضا البعض يقول أن السمسرة ربما لها علاقة أيضا لأن في القاهرة أيضا هي محطة ترانزيت لبعض المسافرين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول وبالتالي ربما للأسف يكون ذلك دافع للإخوة في الموظفين في مكتب اليمنية للتلاعب بالحجوزات والاستفادة والسمسرة من قبل هؤلاء العائدين. طيب نقطة الآن إلغاء الحجوزات وتحميل المواطنين ربما غرامات في حين أن اليمنية تلغي الرحلات ولا تتحمل أي مسؤولية جراء ذلك. بالضبط
بالضبط بالضبط بالضبط مثل ما ذكرت يعني حاجه يعني للامانه يعني حاجه مقززه حاجه يعني يعني مدعاه يعني الشخص يتم حجزه اوكي ويجي ثاني مره يقول له لغي الحجز حقك وما يجيبونش اي مثلا قد يكون حاجز فندق قد يكون عنده مصروفات اقامه وكذا وكذا وايضا يضطروا منه ايضا غرامه بعضهم يدفع 100 دولار وبعضهم يدفع 20 دولار يعني مساله يعني غايه في المهزله يعني انا اقول لك الان الصوره اللي نقلت في مواقع التواصل الاجتماعي والان المئات من اليمنيين على يعني امام بوابه اليمنيين مثل الشحاتين يعني على الاقل من باب انسان واحترام يعني يخلوا اليمني مشعثر بشكل فظيع الناس يجوا يصوروا ويقولوا يعني اصبحنا داخل البلد وخارج البلد. طيب تجربتك انت الشخصيه انت الان انت طيب نتحدث عن تجربتك الشخصيه محمد انت الان لديك الرغبه في العوده هل ذهبت الى مكتب اليمنيه متى جدول الرحله التي ستسافر من خلالها هل تم تأجيل رحلتك؟ طبعا انا ما استطعتش ان انا حتى ادخل ان انا احجز يعني تصور انه يومين انت تسافر يعني تذهب الى اليمنيه وعلى اساس تحصل على رقم على اساس تدخل فقط تقابل الموظف تظل بالشارع يعني اربع ساعات وسط الحر الصيف وانت خارج فقط لكي تحصل على رقم يجي رقمك بعد 200 واحد يقول لك انتهى لا حتى التعامل الجلس تعامل يعني ليس لائق مطلقا يعني تعامل مع القادمين ومع الزبائن يعني المسافرين يعني تعامل الجلف بشكل يعني استطعنا نقول بشكل وقح يعني للامانه فما فيش يعني مشكله يعني انا اقصد انه لو يتم انا تواصلت مع احد مسؤولين اليمنيه فيقول انه هناك مشكله ايضا كذا تحالف في حول وجود تصريحات للطيران اليمنيه فالاصل الطيران اليمنيه يخرج ويقول للناس انه مش مشكلتي للناس مش مشكلتي مشكلتنا التحالف اليمنيه لا يسمح لنا اللي بتصريحين في اليوم طيب وماذا عن مشكله عطل الطائرات؟ يعني اتصور تم التناقل بمواقع التواصل الاجتماعي اصبح مسخره ومهزله عند الجميع يعني الطائره الاطاره حق الطائره يعني قد خرجت الخيوط يعني شيء فظيع شيء لا يمكن مش يمكن طائره تقلع وما في فيش ادوات السلامه الكامله يعني كيف الطائره يسمح لك بالاقلاع وتهبط المطار هناك يعني انا بشخصيا كصحفي تناولت هذه القضيه وتناولنا ونقلنا هذه الصوره انه كيف تسمح لطائره تقلع بهذه الطريقه يعني مساله السلامه يعني بالطائره قد تكون معدومه يعني يقولوا هنا تواصلت مع يعني موظفين وكذا وقالوا لي باشياء تفاصيل مذهله يعني طيب الطائرة التي تعمل الآن ولها رحلات إلى سيئون وعدن هي رحلات اليمنية الخطوط الجوية اليمنية أنا أيوة طائرة يمنية فقط كانوا في هناك خبر أنه يتم استئجار طائرات أردنية لكن أنا حصل شوية موجود مطلقا يعني أخي العزيز هل لديك أي معلومات يعني عن موضوع الطائرات الأردنية؟ المعلومات انه كان في خبر تسرب انه توجيهات انه بيسيجر طائرتين اردنيه لا لا مش سرب بن دغر نشر في صفحته على الفيسبوك هذا الخبر ايوه لكن لم تستاجر طائرتين ولا وما زالت فقط ثنتين طائرات يمنيه اللي تقلع وتنقل المسافرين الى غير ولا يوجد لهذا الكلام هو فقط تصريحات في وصلت يعني تصريحات اعلاميه فقط لا غير لا يوجد حل جذري او حل مشكله العالقين مطلقا حتى الان وما زال تكدس الناس بالمئات يعني طيب يعني اليمنيين الآن الذين يتعرضون لحالة من البهذلة ربما وضع سيء في القاهرة هل هناك بعض المعالجات تضعها الإخوة في السفارة مراعاة من ظروفهم سيئة من هم في الشوارع والميادين العامة ينامون للأسف في القاهرة؟ موضوع السفارة هذا يا أخي العزيز دعني أتكلمك بصراحة يعني أنا أقول لك موضوع يعني يدعو لي الضحك والمسخرة يعني أي سفارة وأي لا ما أنا أي سفارة ليس لها علاقة مطلقا بالهم المواطن مطلقا لا علاقة لهم بهم المواطن السفارة أصبحت موضوع دبايا فقط تروح يعني توكيل بورق أقل وأقل ب 20 دولار أصبحت موضوع دبايا ولا علاقة بهم المواطن مطلقا لا عن قريب ولا عن بعيد هذا موضوع يعني معروف عند الناس جميعا طيب أنت وفق مشاهداتك يعني متابعتك هل فعلا كما يصور البعض أن ربما حال العالقين سيء لهذه الدرجة ينامون في الشارع ومنهم لا يجدون سكن هل فعلا هذا هو الواقع الآن؟ يا أستاذ العزيز يا أنا أقول لك أنه بالآلاف يريدون أن يحجزون السفر ولا يستطيعون منهم من يؤجر رحلة تصور أشخاص بالعشرات يحجز يروح المطار قد حزم حقائب سفره ويروح للمطار
ويجي بكشف يقول له انت ما جاء حاجه سكر يرجع لمن يحزن سنه يرجع لمن يحصل فيها. يعني في تلاعب في اشياء في تلاعب ما تعرفش ايش تفاصيل ما يحدث بالضبط. فاين انت توجيه حصل توجيه من مدير اليمنيه كما مسرب بموقع التواصل الاجتماعي خطاب رسمي لجوازه انه عدم قبول اي ترانزيت. يعني حتى العالقين اللي ببلاد الله الاخرى وقد هو وضعوا الزفت الزفت يمنعوا من السفر حتى لا هذه النقطه استوضحتها انا من احد المتصلين معنا والمتابعين المهتمين قال لم تمنع رحلات ترانزيت ما زالت القاهره محطه للترانزيت الى جانب عمان الاردن. طيب ربما هي مناشده نواجهها من قناه بلقيس لرجال الاعمال والمتواجدين في القاهره ومن ربما يستطيع مساعده اليمنيين العالقين والذين يعانون من ظروف صعبة مساعدتهم ربما لتوفير أبسط المقومات الإقامة حتى تتيسر أمور رحلاتهم. شكرا لك محمد أمين الشرعبي ونتمنى لكم عودة قريبة. شكرا لك. أيضا اتصال آخر من القاهرة الأخ علي. أهلا علي. عبد السلام أهلا. مرحبا مرحبا أخي. أهلا أخ عبد السلام. تفضل أخ عبد السلام. احنا عارفين في القاهرة لنا طيب. أكثر من شهر من يوم حجزنا مدى حج لما كان موعدنا اليوم هذا ويتصلوننا مفاجئونا بالاتصال من المكتب اليمنية أنهم تم تأجيل الرحلة لتاريخ 18 والأسباب معنا أمراض وأسباب التأجيل ما هي؟ والله يعني لا نعلم في هذا يعني الكثير الكثير يصلحوا فيهم كثير واحنا معانا امراض ونشتكي من يعني ضعف يعني المعامله هذا حق المطار اليمنيه وان شاء الله احنا نشتي منكم نشتي الرواح يعني نشتي في اكثر من هذا الهاي يوجدوا لنا الطيران ونشتي نسافر نرجع بلادنا لان احنا تبهدلنا في البلاد هذا ما عاد لقينا شقاق ولا عاد قدرنا لاي حاجه. هو نحن خصصنا هذه الحلقة كعرض لهذه المشكلة حتى يلتفت المسؤولين والمعنيين لإيجاد حلول ربما للعالقين في مطار القاهرة وحتى أيضا نتابع الحلول. كانت الحكومة أعلنت عن حلول توفير رحلات للخطوط الجوية الأردنية أيضا رحلات إضافية لكن وفق ما قاله المتصلين الذين تواصلوا معنا من القاهرة أنه هذه الرحلات لم تفعل ولم تسير هذه الرحلات من القاهرة وما زالت الأزمة مستمرة. هناك بعض الرحلات لكنها لا تفي بالحد المطلوب لهذه المشكلة. شكرا لك. على المستوى الإنساني تدهور ظروف بعض العالقين خصوصا من المرضى الذين لا تتحمل حالتهم المزيد من مصاريف التأخير. الإعلام الحكومي للأسف يغرد بعيد عن معاناة هؤلاء المواطنين والحكومة لم تقم بأكثر من توجيه للتعاقد مع شركة نقل بديل ولا تزال المتابعة مستمرة لنقل العالقين. عن موضوع الحلقة أيضا وصلتنا مشاركات على صفحة البرنامج عن معاناة اليمنيين في الخارج. مشاركة طويلة أخ أحمد يقول الانقسام الحاصل رأسيا وأفقيا وغياب الدولة في ظل الحرب والحصار كثف من معاناة اليمنيين في الداخل والخارج. تقع مسؤولية العالقين في الخارج من طلبة وغيرهم على كل من وزارة التعليم العالي والخارجية ووزارة النقل لأن هذه المستويات من مواقع المسؤولية قد وقفت عاجزة أمام هذه المشكلة لأسباب التي ذكرتها آنفا. فإن الجدير بالمتضررين مخاطبة الأمم المتحدة ومبعوثها ولد الشيخ ومنظمات دولية وإقليمية إغاثية للتدخل الإيجابي في إنهاء معاناة العالقين حيث الموضوع في الأساس موضوع إنساني بامتياز. الأخ طلال يقول أولا تشكيل لجنة لمعرفة أسباب التي أدت إلى إلغاء الرحلات من وإلى القاهرة توجد هناك مشكلات. طارت المشاركة. الأخ أسامة يقول على الشرعية أن تقوم بحل من شأن المواطنين اللي محاجز في القاهرة العالقين يقصد. الأخت مرفت تقول لو كان هناك سفارات ومكاتب تخدم هؤلاء وتعتبر نفسها تابعة لهم ولبلدهم لما وجدت هذه المعاناة فعلا. الأخ جمال يقول على الحكومة إصلاح تلك المؤسسات وإظهارها بشكل لائق تعيد هيبة الدولة وهذه الخطوة لا تحتاج شيء الكثير. الأخت مروة تقول طيران بلادهم تقفل بوجههم هذه باللهجة البلدي طيران بلادهم تقفل بوجههم شيء غريب يحرمهم يتم المفروض اتخاذ أمر حاسم وإسعاف الأشخاص الواقفين أمام الطيران تقصد مكتب الطيران كوضع أشخاص مسؤولين جديرا بالثقة في خدمة أبناء بلدهم في الخارج من سفرات وطيران ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقوبة من تسبب في ذلك. لدينا اتصال آخر. الأخ نبيل الجرادي أهلا بك نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبيل في القاهرة أنت عالق؟ لا ماشي عالق أنا بس نتابع نحن نتابع العالقين في القاهرة. من أين؟ لسنا عالقين إنما نتابع العالقين في القاهرة ونأسف. طيب ونأسف لما نراه الأخوان اليمنيين العالقين في القاهرة.
وندعو نشكر قناة بلقيس على الجهد اللي تبذله يا أخ سامي. وندعو الشرعية مسألة رئيس الجمهورية والتعارف العربي لإنقاذ أخوان اليمنيين. نتمنى ان تصل مناشدتك ان شاء الله ويتم التفاعل مع قسامي. رمضان الناس عالق الله يعني من اول رمضان اكثرهم من جي رمضان يعني يصل حدنا يعني لحد هذا يعني مع الاسف يعني قد احنا في حرب داخل ومضحي الناس بالخارج يؤسفنا يؤسفنا المره ولا يعني ولا في ولا يسمع حتى من حتى من يندد من قاتل الشرعيه. طيب انت نبيل لديك عالقين؟ لا مرتبات يا اخي سامي لا. انت لديك عالقين في الخارج؟ نعم نعم كلنا لدينا عالق واخوان اليمنيين كلهم عالق يا اخي سامي كلهم يهمونا. تمام شكرا جزيلا لك نبيل من صنعاء. اكثر طبعا ربما ما يستفز العالقين هو ان شركة الخطوط الجوية اليمنية تفرض جزاءات مالية على اي مسافر يتأخر عن رحلة بينما هي اليوم تتسبب في تأخر وعرقلة مئة العالقين ولا كأن الأمر يعنيها وسبب التأخير فقط يعني البعض أعمالهم أو ألغيت بعض مصالحهم ولا يزالون في انتظار شيء من الاهتمام الحقيقي بمعاناتهم. أيضا عن موضوع هذه الحلقة وصلتنا بعض المشاركات من بعض الأصدقاء نتابع. الأخ أحمد يقول من أهم عوامل إنهاء معاناة العالقين البحث عن الفساد في أروقة المسؤولين في وزارة النقل والقائمين على مكاتب اليمنية في الخارج والقضاء عليهم لأنهم نقطة سوداء في جبين الشرعية. النقطة الثانية يقول العمل على الاتفاق مع شركات الطيران ولكن بالسعر العالمي وليس بسعر اليمني لأن اليمنية رافعة السعر في السماء. الناس مستعدين يدفعوا بسعر اليمني لكن تتوفر رحلات. شكرا لك أحمد. نور الدين المنصور يقول على الحكومة الشرعية لا أدري ماذا على الحكومة الشرعية. الأخ محمد يقول أين دور الحكومة بالذات وزارة الخارجية والسفراء ذو العلاقة. الأخ عز الدين الصبري يقول المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الحكومة الشرعية لا نعلم ما هو عملها بالضبط. إذا كان مثل هذه المشكلة البسيطة لم تحل فكيف لنا أن نعول عليها بحل مشكلة الوطن وأمنه واستقراره وتعليم والصحة وإلى آخره من الأمور. كذلك الإعلام الرسمي وتعرية المتسببين والمتقاعسين بجعجعة اليمنيين في الخارج. شكرا لك. مشاركة أخيرة أبو شرف يقول المسؤولية كاملة هنا في هذه المشكلة هي الحكومة الشرعية لم تستطع حال مثل هذه المشكلة الصغيرة. حكومة شرعية ماذا قدمت للشعب اليمني غير الفساد؟ تساولت برسم المسؤولين في الحكومة الشرعية والمعنيين حتى يقدموا إجابات للناس. عن موضوع الحلقة أيضا سنستعرض بعض المشاركات لكن لاحقا لدينا اتصال. أنا أذكر فقط أننا حاولنا التواصل مع الإخوة في مكتب اليمنية في القاهرة الأخ خالد النهمي وأيضا الأخ رامي نائب مدير اليمنية لكن للأسف لا يرد على الاتصالات. كنا نريد أن نستمع لروايتهم عن الموضوع ما هي أسباب تعثر العالقين في المطارات وتحديدا في القاهرة وأيضا ما هي الحلول التي قاموا بها ومتى سيبدأ تفعيل الرحلات الخطوط الجوية الملكية الأردنية التي تحدث عنها رئيس الوزراء لكن لا تجاوب مع وسائل الإعلام. ربما نتمنى أن يكون لهم حتى أيضا صفحة على الفيسبوك يردوا على الناس ويشعروهم بالخطوات وإلينا وصلت الأمور. أيضا لدينا مشاركة عبر الفيسبوك نتابع. الأخ عمر يقول فتح المطارات وعدم تسييس حركة الطيران وإذا كان هناك تخوف من استغلال ذلك فيتم وضع آلية رقابة فعالة لحركة القادمين والمسافرين. الأخ عبد الحكيم يقول عدة حلول لديه لإنهاء معاناة العالقين. تغيير إدارة الشركة التي أثبتت فشلها في عدة حوادث مماثلة. العمل على إصلاح طائرة الخطوط الجوية اليمنية أو شراء طائرات إضافية. شكرا لك عبد الحكيم. أبو سلطان يقول توفير شركات منافسة وعدم تسييسها تجهيز المطارات أمنيا وخاصة التي ليست تحت سلطة الانقلاب كي يتم نقلهم من خلالها. مطار عدن وسيئون يعمل. عمل نظام رقابي عقابي خاص بالموظفين المتقاعسين عن أداء واجباتهم والاهتمام بأعمالهم خاصة موظفي السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج. ربما هم متفرغين للسمسرة يا صديقي. المحافظ القادم شمسان الذبحاني يقول جميع أخوان العالقين في مصر بحاجة إلى مصاريف على الرئيس عبد ربه يصرف مبلغ مالي محترم لكل عالق ويستدعي طيارة أخرى ويشوف جماعة من أصحابه يتحملوها بظهورهم. الأخ علي يقول يجب على قيادة الشرعية النظر في هذه القضية والتنسيق مع قيادة التحالف لحل مشكلة المغتربين. نطالب فخامة الرئيس هادي والحكومة وقيادة التحالف العربي أن يحلوا قضية إخوان المغتربين في مختلف البلدان. لدينا اتصال.
الاخ ناجي الحقيب، اهلا بك ناجي. من اين ناجي يا شباب؟ ناجي من السعوديه، اهلا بك ناجي. السلام عليكم، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. علينا وعليك يا حبيب، كل عام وانت بخير. تفضل ناجي، مشاركتك وتعليقك حول الموضوع. والله تعليقي حول الموضوع يا اخي، لان الحكومه يعني مع احترامي لهم يعني استخسروا زياده عن اللزوم يا اخي. في ناس، في اطفال، في عوائل، في ناس كثيرين، يعني ما في احد لفت الموضوع عليهم او نظر اليهم. في ناس معانا مرضى، في ناس ذهبوا للخارج للعلاج، فيعني مصاريفهم او فلوسهم يعني تكون محدوده، فلا احد يعني نظر ليهم او تكلم او قال او شيء. يعني نطلب من الحكومه يعني وجود حل ضروري لازم يا اخي. في ناس يعني كثير ناس يعني ما حد عارف يا اخي اكلوا وشربوا. في ناس يعني بغض النظر عن كل من لازم يشوفوا لهم حل باقصى وقت. وانا ابغى اعلق على موضوع ثاني يا اخي لو سمحت علي، اللي هو طريق العبر يا اخي، طريق الموت هذا اللي يسموه الناس المسافرين المتقطعين، الطريق خربانه، الطريق كذا يا اخي. الواحد بيقعد سنتين، بيقعد ثلاث، اللي لها اربع، اللي اكثر من سنه يا اخي يبغى يسافر. فخايفين الناس، ما عاد في امن، ما عاد في. طيب يعني ما هي المشكله في طريق العبر؟ المشكله يا اخي الطريق مكسر يا اخي، كان في ناس ماتوا يعني، من ناس مسافرين يرمض عند اهله، كان في ناس تقطع طرق يعني يتقطعوا عليهم يقتلوه ياخذ سيارته. يعني الطريق مكسره، الطريق يعني ضيقه، في ناس كم انصدمت، كم في ناس كثيره اتكلموا على هذا الموضوع، بس ما في احد يعني التفت على هذا الموضوع. نرجو منهم يعني الحكومه لازم تتحرك باقصى وقت يا اخي، لازم يكون امن، لانها تحت وصايه الشرعيه طريق العبر مارب هذا، لازم واحد يكون عنده. والله زادت المشاكل. شكرا لك يا صديقي ناجي الحقب من السعوديه. اتصال اخر. طيب وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، كانت مخصصة عن موضوع اليمنيين العالقين في المطارات، وركزنا ربما كثيرا من خلال الاتصالات التي وصلتنا عن معاناة اليمنيين العالقين في القاهرة، لأنه معروف أن مطار القاهرة وأيضا مطار الأردن هم المحطتين الوحيدتين الآن لعودة اليمنيين وأيضا السفر من خلالهما إلى كل العالم. هناك مشكلة في مطار القاهرة، هناك مئات اليمنيين عالقين ولا حلول لهذه المشكلة، هناك ربما بعض الرحلات تسير لكن المشكلة لم تنتهي. كان رئيس الوزراء تحدث عن حلول وعودة ورحلات إضافية للطيران الأردنية، لكن حتى الآن لم تسير هذه الرحلات. حاولنا التواصل مع الإخوة المسؤولين في اليمنية حتى نستوضح منهم، لكن للأسف لا يرد على اتصالاتنا. نتمنى أن يكون انشغالهم له علاقة ربما بإيجاد حلول لهذه المشكلة. انتهت هذه الحلقة من برنامج المنصة، غد الأسبوع القادم حلقة جديدة، وأذكر المنصة لأن بالقصة اليمنيين. في أمان الله.